ما بين البحث عن توفير أبسط مقومات الحياة والهروب من سعير الحرب، يقف اليمنيون لمكابدة أوجاعهم التي لم تتوقف. فقر وجوع وأوبئة، معادلة ثابتة لم تغيرها الأيام ولم تتجاوزها السنين الممتدة. ففي حين يعيش المواطن على امتداد الجغرافيا أسوأ أوضاعه المعيشية، تعود التحذيرات الدولية حول تفشي الأمراض البدائية، منها الكوليرا الذي ضرب في اليمن أكبر معدلات الإصابة بالوباء على مستوى تاريخه. العاصمة صنعاء، ومقارنة بباقي المحافظات، حظيت بالنصيب الأكبر من الحالات بنسبة بلغت 34% من الإصابات الموجودة في عدة مدن، منها الحديدة وحجة وإب وعدن والجوف. الأمم المتحدة عبر منسق المساعدات الإنسانية لليمن قالت إن مرض الكوليرا لا يزال ينتشر في اليمن بوتيرة غير مسبوقة، ويتعرض للإصابة به الرجال والنساء والأطفال في بلد يعيش انهيار أجهزة الدولة ونظامي الأمن الغذائي والصحي. وفيما يزداد تفشي المرض مهددا حياة الآلاف من اليمنيين، قال مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية إن الوباء بات يهدد حياة مليون ومئة ألف من النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية، وهذا ما سيكون له انعكاس سلبي على الصحة الإنجابية. يعود الوباء القديم ليضرب المحافظات اليمنية واحدة تلو الأخرى، مقدما أرقاما مفزعة لأعداد الوفيات والمصابين. وفي ظل تدهور صحي غير مسبوق، ما تزال الصعوبة قائمة في إمكانية محاصرته أو حتى الحد قليلا من انتشاره.